أهلا بكم أصدقاء ميت سبورت في حلقة جديدة من سلسلتنا حصاد الأسبوع التي تأتيكم كل ثلاثاء، وهذه أبرز العناوين. دوري أبطال أوروبا يقترب من مراحل الحسم، الفيفا يحدد موعد قراره النهائي بخصوص إعادة مباراتي مصر والجزائر، كومان يعود للطواحين، قميص مارادونا الأسطوري للبيع، تصرف صادم من كريستيانو رونالدو بحق طفل مشجع، والشرطة تدخل على الخط، قرار رسمي من البريمير ليج يخص اللاعبين الصائمين، ليفربول يحسم أولى صفقاته الصيفية، أوزيل يقترب من عملاق سعودي، أرسنال يريد هازارد، وسان جيرمان يسعى خلف لوكاكو، والمزيد، فابقوا معنا. حصاد دوري الأبطال. البداية مع جولة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي أسفرت عن فوز مانشستر سيتي في ملعبه بهدف نظيف على أتلتيكو مدريد، وفوز ليفربول على بنفيكا بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب الأخير، وبنفس النتيجة تغلب ريال مدريد على تشيلسي في ستانفورد بريدج، بينما نجح فياريال في الانتصار على أرضه بهدف نظيف على بايرن ميونخ. حصاد الدوري الأوروبي. ومن دوري أبطال أوروبا إلى الدوري الأوروبي، وشهدت جولة ذهاب ربع النهائي النتائج المعروضة أمامكم، وأبرزها تعادل برشلونة بهدف لمثله مع أينتراخت فرانكفورت. كيروش يترك الفراعنة. بعد تجربة استمرت قرابة السبعة أشهر، رحل البرتغالي كارلوس كيروش عن تدريب منتخب مصر بعد توصله لاتفاق من أجل إنهاء العقد بالتراضي مع الاتحاد المصري، بناء على بند يتيح ذلك حال عدم تأهل الفريق إلى كأس العالم، وبذلك تنتهي رحلة كيروش مع الفراعنة، والتي حقق خلالها المركز الرابع في كأس العرب والثاني في أمم أفريقيا، بينما فشل في التأهل للمونديال. موعد قرار الفيفا بخصوص اعتراض مصر والجزائر. كما تعرفون جميعاً وأشرنا سابقاً، تقدم كل من الاتحادين المصري والجزائري بشكوى لدى الفيفا للمطالبة بإعادة مباراتي الجزائر أمام الكاميرون ومصر أمام السنغال خلال المرحلة الفاصلة لتصفيات المونديال، لما شهدته المباراة الأولى من أحداث تحكيمية مثيرة للجدل، إضافة لأعمال الشغب الجماهيرية في الثانية. وقد حدد الاتحاد الدولي يوم 21 من أبريل الحالي للنظر في الطعون المقدمة من الاتحادين ومناقشتها قبل اتخاذ قرار نهائي. كومان يعود للطواحين. شهد هذا الأسبوع أيضاً إعلان الاتحاد الهولندي عن تولي رونالد كومان مهمة تدريب الطواحين بداية من عام 2023، أي بعد انتهاء مونديال قطر، وذلك خلفاً لمواطنه لويس فان خال الذي أعلن مؤخراً إصابته بسرطان البروستاتا، لكنه مصمم على قيادة منتخب بلاده في قطر. وستكون هذه المرة الثانية التي يتولى فيها كومان تدريب هولندا، حيث أنه شغل نفس المنصب بين 2018 و2020 قبل أن يتركه من أجل تدريب برشلونة في تجربة انتهت بإقالته في أكتوبر الماضي. قميص مارادونا للبيع. رحل مارادونا عن عالمنا، لكنه ترك إرثاً كبيراً بين ملامحه. القميص الذي ارتداه في ربع نهائي مونديال 1986 أمام إنجلترا عندما سجل هدفين راسخين في ذاكرة المونديال، قاد بهما تانغو للعبور إلى نصف النهائي، حيث جاء الهدف الأول بيده وأثار جدلاً واسعاً حينها، فيما سجل الهدف الثاني بمهارة فردية خرافية. ومؤخراً أعلنت دار للمزادات بلندن أنها ستعرض القميص للبيع، علماً بأنه كان في حوزة لاعب الوسط الإنجليزي ستيف هوج بعدما استبدل الأخير قميصه مع الأسطورة الراحل عقب نهاية تلك المباراة. وستبدأ المزايدة على القميص بمبلغ 4 ملايين جنيه استرليني في الفترة بين 20 أبريل وحتى 4 مايو. حصاد الدوريات الخمس الكبرى. في البريمير ليج كانت المتعة حاضرة في قمة الجولة بين مانشستر سيتي وليفربول على ملعب الاتحاد، والتي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما، ليبقى مان سيتي متصدراً بفارق نقطة عن الريدز. وفي الليغا عزز ريال مدريد صدارته بفوز على ختافي، وواصل برشلونة سلسلة نتائجه الجيدة تحت قيادة تشافي بفوز قاتل على ليفانتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
وهو الفوز السابع توالياً للفريق في المسابقة. أما في الكالتشيو فتعثر ميلان للمرة الثانية على التوالي بتعادله أمام تورينو بعد التعادل مع بولونيا بالجولة السابقة، ليبقى متصدراً بفارق نقطتين عن إنتر ميلان، لكن مع تبقي مباراة للأخير وفي فرنسا اكتسح سان جيرمان مضيفه كليرمون فوت بسداسية مقابل هدف في مباراة شهدت تسجيل مبابي هاتريك ومثله لنيمار مع هاتريك أسيست ميسي، ليحقق بذلك الثلاثية الانسجام المنشود. لكن بعد فوات الأوان والخروج من دور الأبطال، وهو ما تطرق إليه نيمار في تصريحات عقب المباراة بالقول لسوء الحظ فإن الانسجام بات 100% في نهاية الموسم، إنه لأمر مخزن لكنني سعيد جداً بكل ما نقدمه على أرض الملعب. أما مبابي فقال من المخجل أن التفاهم مع ميسي ونيمار بدأ يظهر بهذا الشكل في وقت متأخر، ولكن كانت هناك حفنة من الظروف غير المساعدة. تصرف صادم من رونالدو. خلال فوز إيفرتون الأخير على مانشستر يونايتد صدم البرتغالي رونالدو الجميع بعدما قام بضرب صبي بعمر 14 من مشجعي إيفرتون بيده، ما تسبب في إصابته وكسر هاتفه نتيجة سقوطه على الأرض، وذلك أثناء تسجيل ذلك الصبي لحظات خروج اللاعبين في الممر المؤدي لغرفة تغيير الملابس. وعلى الفور انتشرت صور وفيديوهات توثق الواقعة على شبكات التواصل الاجتماعي مع انتقادات لاذعة لرونالدو قبل أن يخرج الأخير على حسابه بإنستغرام ليعتذر عن تصرفه، كما دعا الصبي لحضور مباراة في أولد ترافورد. لكن يبدو أن ذلك لم يكن كافياً لوالدة الأخير التي أكدت أن ابنها مصاب بالتوحد وعسر القراءة، وكان يبكي من الصدمة بعد تصرف كريستيانو ولم يستوعب ما حدث. كما علقت على اعتذار رونالدو قائلة طريقة الاعتذار أغضبتني، يا لها من وقاحة، أنت تقول للجميع لقد اعتذرت ولكنك لم تفعل، كان رونالدو يستطيع الوصول إلينا والتحدث معنا والاعتذار، سأكون سعيدة بذلك. ومن جانبه فتح مانشستر يونايتد تحقيقاً حول الواقعة، كما أعلنت شرطة ميرسي سايد أنها تتواصل مع كلا الناديين وتجري حالياً تحقيقات ومراجعة للصور من الكاميرات الأمنية. موقف محترم من رابطة البريمير ليج. بالموسم الماضي شهد الدوري الإنجليزي حدثاً تاريخياً وقع لأول مرة عندما قام حكم المباراة كريستال بالاس وليستر سيتي بإيقافها لإفطار مدافع الثعالب ويسلي فوفانا خلال شهر رمضان، ليأتي قرار رسمي خلال الموسم الحالي يحث ويشجع الحكام على منح استراحة قصيرة خلال المباريات التي تلعب في المساء خلال شهر رمضان بالاتفاق مع قادة الفرق من أجل إتاحة الفرصة للاعبين المسلمين لكسر صيامهم. وكان الموقف الأول هذا العام في مباراة إيفرتون وبيرنلي التي أوقفها الحكم لإفطار لاعب التوفيز المسلم عبد الله دوكوري. أخبار الانتقالات. يبدو أن مسعود أوزيل في طريقه لمغادرة أوروبا، حيث أكدت تقارير تركية أن النصر السعودي مهتم بضم اللاعب في الصيف المقبل في ظل توتر علاقته بإدارة ناديه فنربخشة. وسيعرض الجانب السعودي انتقال البرازيلي أندرسون تاليسكا إلى الفريق التركي ضمن الصفقة. في المقابل أكدت شبكة سبورت وان الألمانية أن بايرن ميونخ تفوق على برشلونة في سباق التعاقد مع نصير مزراوي لاعب أياكس، والذي ينتهي عقده مع الفريق بنهاية الموسم الحالي، وذلك بعدما فضل اللاعب نفسه ارتداء قميص البافارية. وفي إنجلترا حسم ليفربول أولى صفقاته الصيفية بعدما اتفق مع فولهام على ضم الجناح البرتغالي فابيو كارفاليو صاحب 19 عام بداية من الموسم المقبل بعقد يمتد حتى صيف 2027 مقابل 5 ملايين جنيه استرليني وحوافز إضافية تقترب من 3 ملايين جنيه استرليني. كما يخطط أرسنال للتعاقد مع البلجيكي هازارد من ريال مدريد على سبيل الإعارة مع خيار الشراء وفقاً لموقع فوت ميركاتو. أما مانشستر يونايتد فيقترب بشدة من الاتفاق مع مدرب أياكس الحالي إريك تين هاغ لتولي تدريب الفريق بداية من الموسم القادم، فيما تشير صحيفة ذا سان أن تشيلسي يريد التخلي عن روميلو لوكاكو للتخلص من راتبه في ظل ابتعاده عن مخططات توخيل، مضيفة أن باريس سان جيرمان يضعه كهدف لتعويض رحيل مبابي. والختام مع بيب غوارديولا، إذ يؤكد موقع جول أن الاتحاد البرازيلي يريد إقناعه بتدريب السامبا بعد مونديال قطر خلفاً للمدرب الحالي تيتي،
ورغم أن المدرب الإسباني سبق وأن صرح برغبته في تدريب أحد المنتخبات بعد انتهاء رحلته مع مان سيتي، إلا أنه علق على أخبار ارتباطه بالبرازيل قائلاً: أنا متعاقد مع السيتي وسعيد جداً هنا، لا أعرف من أين تأتي هذه الأخبار.